معاك، مش مستني صوتك لأسمعك، لو تعبت وحملك وجعك على عقال راسي لارفعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني كفاءاتنا أردنية. وضيفنا لهذه الحلقة شاب من فرسان التغيير ونشمي من نشامة هذا الوطن، وهو السيد حاجي محمد الحاجي، صاحب محمص حاجي ورياض في منطقة جبل عمان شارع أبو تمام. سيد محمد، بداية بنرحب فيك برنامجنا الوطني كفاءات أردنية وبنحكي لك مساء الخير. مساء الورد. نعم سيد محمد، أكيد أنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع في هذه المنطقة وفي هذا المحمص العريق والمرموق في جبل عمان. حابين نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، نتحدث عن مسيرتك المهنية والعملية قبل الوصول إلى هنا. أنا حاجي محمد الحاجي، كان عندي طموح أفتح مشروع، فتحت هذا المحل لأكمل مسيرتي في الحياة عملية. نعم سيد محمد، تحدث عن تأسيس محمص حاجي ورياض. فتحت هذا المحل، أنا من سكان منطقة طبربور، أنا فتحت هذا المحل هون بجبل عمان. نعم. وشوي شوي بلشت أكون حالي وأعبي بضاعة. نعم. مشان إيش؟ أستمر بالحياة. نعم سيد محمد، نتحدث عن أبرز خدمات محمص حاجي ورياض. والله المحمص يقدم كثير من الخدمات، من خدمات غذائية اللي هي المواد التموينية والسكاكر، بالإضافة إلى المنظفات، جميع أنواع المنظفات تقريبا. نعم. بيخدم المنطقة كاملة تقريبا. نعم. كيف تشوف هذه المنطقة جبل عمان؟ أكيد يعني والله ما شاء الله عليه، منطقة راقية وهادية، سكانها طيبين. نعم. ما شاء الله عليهم. ويعني نعم جميل، يعني أكيد جبل عمان أكيد ما فيش حد بيعرف أكيد هذه المنطقة جبل عمان، غنية عن التعريف. نعم سيد أيضا محمد، نتحدث عن تطور هذا القطاع، نحكي المحامص بالأردن، كيف بتشوف تطور هذا القطاع في الآونة الأخيرة؟ والله تطورت بشكل ملحوظ بالآونة الأخيرة، صار كثير في منها منتشرة بالبلد. نعم. وإن شاء الله الله يوفقهم وبتمنى لهم كثير إن شاء الله النجاح. أكيد أتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق والنجاح في كل قطاعات أكيد في هذا البلد. سيد محمد، أكيد لك طموحات، لك رؤية مستقبلية لمحمص حاجي ورياض، إن شاء الله هل تنوون تفتحوا فروع أخرى في مناطق أخرى إن شاء الله؟ إن شاء الله يا رب. نعم سيد محمد، نتحدث عن الطموحات، نتحدث عن رؤيتك المستقبلية لمحمص حاجي ورياض. والله إلي طموح أني أفتح أكثر من فرع بالداخل المحافظة وخارجها إن شاء الله. نعم. وأني أتوسع بالمحل. نعم سيد محمد، شو بتحب توجه رسالة لكل شاب أكيد له طموح مثل حضرتك، له رؤى مستقبلية؟ تفضل. والله بحب أوجه للشباب أنهم يعني اللي بدي يفتح مصلحة بدي يصبر عليها، ومن جد وجد ومن سار على الدرب أكيد وصل. أكيد من جد وجد ومن سار على الدرب وصل، ولكل مجتهد النصيب. إحنا نتمنى لك توفيق النجاح سيد محمد الحاجي، لكن يعني كنشمي من الشام هذا الوطن دائما وأبدا نحكي الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، الحمد لله استقرار وجد الاستثمار. لو حلفك الحظ وتقبلت مع قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، شو تحب تجلو الثاني؟ أتشكر على الأمن والأمان بالبلد. أكيد الله يديم نعمة الأمن والأمان ويحفظ هذا البلد، وأيضا نشكر أيضا من جهود المجهولين حماة الوطن العين الساهر، والله يعطيهم العافية والله يقويهم. إحنا حابين نحدد الآن للسادة المشاهدين محمص حاجي ورياض، هو أكيد غني عن التعريف في جبل عمان، لكن أكيد تفضل أستاذ. محمص حاجي ورياض وجبل عمان دخلة مستشفى عقلة شارع أبو تمام. نعم أكيد أرقام الهواتف تظهر على الشاشة وأيضا صفحة الفيسبوك وصور. نعم. أخرى إن شاء الله من هذا المحمص. وفي نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم الشكر الجزيل والعرفان لنشم من نشام هذا الوطن وفارس من فرسان التغيير، هو السيد محمد الحاجي صاحب محمص حاجي ورياض، وهو غني عن التعريف في منطقة جبل عمان وأشهر من أن يعرف. نتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونشكر جهودك ايضا لدعمك لهذه المؤسسه، مؤسسه الذوق الرفيع، برنامج كفاءات اردنيه. الله يعطيك العافيه. شكرا.